هلو، تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نرتب المطبخ وننظمه بطريقة شيك وكيوت، وخصوصا المطابخ اللي هي مساحتها ضيقة وصغيرة، فمتبقيش عارفة تحطي الحاجة فين وتبقى الدنيا مكركبة قدام عينك. فانا النهاردة جايبة لك حبة منظمات تحللك المشكلة دي تماما، وتخلي تملي منظر مطبخك مرتب ومنظم وجميل. اول فكرة معانا هو ستاند كده دوار بيلف يمين وشمال، ممكن تحطي عليه الحاجات اللي انت محتاجاها. تاني منظم معانا هو عبارة كده عن ستاند كده ستيلس بيتعلق في رف المطبخ من فوق، لانه طبعا هو بيتعلق كده بدراعات من غير مسامير ولا حاجة، بتعلقيه في الرف من فوق بتاع المطبخ. ممكن تحط فيه رولات المناديل ورولات الاسترتش، ممكن تحط فيه بطرمانات الصلصة، بطرمانات الكاتشب، ممكن توابل، يعني ممكن استخداماته كتيرة جدا. والفكرة دي جميلة جدا، هي كده عبارة عن صينية. هي صراحة الفكرة عجبتني لان جابت صينية جمعت فيها كل حاجة هي بتستخدمها في اليوم بتاعها، جمعتها في الصينية ديت بحيث تبقى كل حاجة قدام عينيها، وطبعا في نفس الوقت ما تبقاش الركامة عندنا مكركبة ومليانة بطرمانات كتير ومليانة ازايز كتير متنضرة كده يمين وشمال. احنا جمعنا كل الحاجات اللي احنا بنحب نستعملها في اليوم او بنحتاجها في اليوم جمعناها في مكان واحد، وهي الصينية ديت. طبعا هي بتحاول تمنع البطمانات كلها اللي هي بتستعملها، زي البن، زي الرز، زي القهوة، التوابل بتاعتها، وكمان الحاجات اللي احنا بنستعملها في اللوب كمان، زي ايه، زي الزيت وزي الخل، وطبعا السكرية بتاعت السكر والشاي والتوابل زي الملح، الحاجات اللي احنا بنستخدمها كل يوم، وطبعا طقم التوزيع بتاعها بتاع المعالق اللي بنستخدمه في الاكل والشرب. فجمعت كل حاجه في صينيه واحده وريحت الدنيا خالص من الكركبه، وبقت الرخامه فاضيه وجميله. يا رب الافكار تكون نالت اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد وافكار جديده من قناه عالم ميشو. ما تنسيش تحط اللايك.